Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله مساكم جميعاً أعزائي المشاهدين المشاهدات من خلف الشاشات. أه, نقول من العائدين والفائزين في أول عيد من عيد الفطر المبارك، أسأل الله يعيده علينا وعليكم إن شاء الله عوامل عديدة يا رب يا كريم. أه, الليلة بإذن الله تعالى بتكون حلقة إستثنائية وبتكون إن شاء الله حلقة نارية على ما قالوا، سوينا على ما قالوا من استقبال الضيوف ومن ضيوفنا الكرام، أمسي على أخوي الغالي أنس الميموني أه, مقدمنا الجميل. يا مرحبا الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحب يا ابو مانع يا هلا وسهلا يا مرحبتين اول شيء اقول اعزائي المشاهدين كل عام وانتم بخير ومن العايدين والله يتقبل منا ومنكم صيامكم وقيامكم وجميع اعمالكم ويجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل أه الليله زي ما قال ابو مانع ليله استثنائيه ليله جميله جدا نبي نقضي معكم ان شاء الله ليله عيد باذن الله جميله جدا من ضيوف ومن اشياء مجهزينها لكم ان شاء الله باذن الله خلوكم معنا وعسى ربي يطول اعماركم الله يطول عمرك وعاد مع مقدمنا الجميل اخوي استاذ محمد المسدي تفضل طال عمرك غرد استاذ ابو مانع أن مسي على مشاهدينا الكرام بكل خير وتقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال وكل عام والشعب السعودي ومليكنا الملك سلمان المفدى وولي عهده الامين بكل خير وصحه وعافيه واقول لكم الليله ان شاء الله حلقه استثنائيه ان شاء الله وجود نجوم الريالتي مسفر الله يرفع قدرك ان شاء الله اتوقع <تتفق> الله يعينكم علينا بس <applause> <رس> <الح> الله يطول عمرك ويرفع قدرك ان شاء الله اقول لكم العايدين مفايزين <applause> <مفايني. تصفيق> ان شاء الله جميعا طبعا آه، باذن الله تعالى ضيف الليله من اقوى الضيوف الموجود على الساحه الفنيه والخليجيه بمعنى اصح ممثل كبير جدا له كثير من الاعمال في الدراما الخليجيه وله كثير من الاعمال في المسرحيات اكثر من ثلاث من 34 سنه في الدراما والمسرحيات ما شاء الله ايضا ما شاء الله. من مؤسسين المسلسلات المعروفه والمشهوره على التلفزيون روتانا وعلى ام بي سي مسلسل طاش ما مؤسسينها مؤسسين ايضا مسلسل شباب البومب وله اكثر من 70 مسرحيه ما شاء الله. ومن انتاجه شخصيا وايضا مدير عمل مدير عام للإنتاج الفني ومشرف عام عليها رحبوا معي بالأستاذ القدير الجميل اللطيف اللي يحب الكبير والصغير رحبوا معي ورحب جميعا في الأستاذ القدير خالد منقاح تفضل خالد منقاح مرحبا بك <applause> يا هلا وسهلا يا مرحبا <تصفيق> <تصفيق> يا هلا يا هلا يا هلا يا, <applause> يا وسهلا <هلو يا تصفيق> <يا هلو يا تصفيق> يا مرحبا يا مرحبتين الله يسعدك يا مرحبا كيف حالك؟ الله يحيك كيف الحال؟ منور المكان يا مرحبتين طيب ان شاء الله يا اهلا وسهلا يا مرحبا يا اهلا وسهلا يا مرحبتين كيف الحال؟ هلا في القدير الله يحفظكم شرفتنا طال الله يحييك تفضل مرحبا ومسهلا يا مرحبا الله يسلمك يا مرحبا استاذ خالد هلا والله كيف الحال؟ عليك بخير صح. الله يمسك بالنور والسرور حبيبي وجودك الليله اضافه جميله حبيبي الله يسعدك آه... لنا في القناه الحمد لله والنساح كافه نقول صح. اليوم تنورت المكان ونورت الحته يسعد. استاذ خالد الله يطول عمركم وكل عام وانتم بخير من ان شاء الله جميل الله يحفظك وانتم بخير وصحه وسلامه الله يطول عمرك الله يرفع قدرك ان شاء الله الله يسعدك طبعا المشاهدين الكرام يبون طلة الاستاذ الجميل أستاذ خالد بعيدية كذا للكبير والصغير نبيك تعايد عليهم بعيدية جميلة أهدي العيدية المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهد الأمين صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإلى الأمة العربية والإسلامية والخليجية والسعودية والعالم كله الله يجزاك خير وبيض وجهك بيض الشحم الله أستاذ خالد آه أنا ما إحنا نبدأ من وين ننتهي من وين معك لو لو قلنا بنبدأ من الألف ما راح ننتهي طاعمك طيب وصل حرف الياء نقعد معك مدة سنة كاملة ممثل قدير محبوب لدى الشعب عند الكبير وعند الصغير وحنا كنا ايضا لا انا ولا ولا انا لا محمد. لا لا صراحه احنا <applause> كنا احنا من, من جمهورك لحد الان صراحه حبيبي وامتعتنا في جميع اعمالك صراحه ولكن تبي حنا نبدا معك من الفوق ولا امتعكم من النص على طول؟ على اللي يريحكم انا جاهز. أينا الاستاذ خالد؟ اهم شيء تكون حلقة مميزة ان شاء الله وتكون حلوة. يا حلو 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 حبيب اخوك الله يسعد الوجه ان شاء الله. طبعا نقول وين الاستاذ خالد من الدراما الخليجية؟ انا؟ ايه والله تكسير فيني احيانا وكذا وبحكم الشغل وارتباطات ثانية في مهرجانات وفعاليات ومع الاهل ومع الوالد وك يعني فصرت يعني مقل فيها والله. السبب يعني من الاعمال اللي عندك هذه بالنسبه للخليجيه ايه, ايه؟ اه ما في سبب ثاني؟ لا لا ما في. اه طبعا في اسباب بعيده يعني انت عارف هذا صار يعني وللاسف حتى في الدول برا يعني الدول اللي سبقتنا في السينما في المسرح اللي احنا نعاني منها الشلليه. تلاقي فلان وشلته معروفين فلان وشلته معروفين. جروبات ايه؟ واحزاب جروبات والمشكله ان الناس ملت من هالجروبات يعني سوري في الكلام يعني انت لو تاكل كل يوم نفس الوجبة حتمل صحيح يعني في ناس لهم 28 سنة يشوفوا على الشاشة وملوا وبعدين لما تسافر برا يقول يا أخي معقولة ما عندكم الأهل الممثلين أو كذا وحدنا والله يا شباب على مستوى التمثيل على مستوى الإخراج على مستوى الصوت على مستوى المونتاج على مستوى الكتابة عندنا شباب قوي وعندنا شباب بطل ولو يعطى الفرصة والله العظيم أني يعني ما شاء الله حياكل الجوع اللي قول أخوان المصريين بس للاسف الشلليه هي مش انه في السعوديه ترى هي عربيه عالميه تعتبر يا سلام يا إيه؟ سلام المسرحيات ابو منقاح اي نعم كم مسرحيه في السعوديه بالذات؟ انا؟ ايه والله بحدود ال 70 ثمانين الحمد لله اني اكثر واحد انتج مسرحيات وفي مسرحيه تعتبر من اكثر مسرحيه عرضت او لا اكثر من يمكن حول 120 عرض الحمد لله هذه قبل يمكن حوالي 28 سنه اسمها مسرحيه زيزو ميزو الكنز وكانت زيزو حادفة زيزو لانه كان معنا واحد مصري إيه؟ نصر حماد اللي شبال عدل الامام ايه فسميناها زيزو وميزو وكان في برضه في نفس السنه ما ادري وش يعني العنوان يعني يا ابو وهي كذا حطينا لان هي كان في مسلسل اسمه زيزو وميزو إيه؟ احنا زدنا زي وميزو والكنز زودنا كلمه الكنز عشان الاختلاف من كان معك وقتها؟ كان نصر حماد يوسف الجراح الله بشير طبعاً. غنيم صالح العريض الكابتن آه انا نصر حماد الشبيعه دي الامام مجموعه والله من الممثلين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كان معنا كفته آه. كانت اول مسرحيه لسلمان القطيب كفته كان معنا يعني بدور بسيط يعني كان ما شاء الله تبارك الرحمن على طاري كفته يا استاذ خالد أنا بتلقف على الاستاذ انت, على أنت كل أه شباب البوم أيه؟ أه طلع لك فيه في الاجزاء الاجزاء السابقه كان لك ظهور فيها بس أيه؟ في الاجزاء الاخيره دي ما كان لك ظهور فيها والله يعني ايش تقول يعني إيه؟ مرت على شغلات كثيره يعني في وفاه الوالده بعدين وفاه الله اخوي الله يرحمه بديت يعني اكش من الاسم يعني نفسيا ما عدت صرت اتقبل والله فيصل والله من الشباب اللي اللي يقدر العيش والملح يعني ويرسل ويتصل لدرجه يمكن يذكر اخوي ابو مانع اخر يوم اخر ما قال قال شوف يمكن والله اني جاي من الشرقيه ترى وقتها من الشرقية والله مش عشس الفن وكذا تقدير الفيصل أنه تكفى ولازم يكون اسمك معنا واسمك يعني دافع لنا وكذا والله جيت على طول صد رد على قولهم ورجعت ثاني مرة الشرقية بحكم الوالد هناك و لأن الوالد الحالة وكذا عسى ربي يعيننا أنا أتوقع سؤال أنا هذا هو سؤال سحب سؤال ترى ايه؟ الناس يعني توقعوا أن في مشاكل ايه؟ بين خالد خادم من قاح ايه؟ وفيه بعض الجروبات على ما قالوا صحيح وفيه جروب يعني يقولوا توقعنا يعني في شباب البومب احنا نمسي بالخير على استاذ اخواني غالي لفيصل العيسى ولا الشباب الموجودين معه جميعا ولكن انت قلت لي قبل شوي اول عمل صار بينك وبين كفته ايه قبل فيصل عيسى؟ أه، وقت فيصل تقريبا وقت, وقت فيصل. فيصل, وقت وقت فيصل تقريبا او بعد فيصل قبل فيصل يمكن سنتين ثلاث. هل في هي. مشكله بينك وبينهم؟ خلينا صادقين وصريحين. لا 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 ما في اي مشكله. لا بالعكس، يعني بقول لك شغلة، فيصل الوحيد اللي يجمع الناس كلها هذا صحيح وفيصل الوحيد اللي ما عنده عنصرية، وفيصل الوحيد، اللي أنا بقول لك فيصل الوحيد لما توقف معاه على الكاميرا وتقول أوفيه أو نكتة وشافها ما حلوة يجيك يصححها لك بحب، وذكي فيصل، ليش؟ أول شيء لأن نجاح المسلسل نجاح للجميع صحيح بعض المسلسلات للأسف القديمة وبدون ذكر أسماء يجيك يغلطك وإذا شافك تفوقت عليه يبدا ايش؟ ينزل مشاهدك بدا يمنتج يمن ويشيلها في المونتاج، يبدا يخرب عليك ويبدا يسحب منك حلقات. بس فيصل لا، أول شيء ذكاء وطيبة منه إنه ايش؟ أبو أحمد لا أشوف عليك كذا، لا خليك بشنب، خليك بدون شنب، خليك يعني يعطيك الشخصية الكاركتر ويعطيك الأوفيه المناسب و وهذا نجاح مش هذا ذكاء إنه نجاح له، لأن لما ينجح خالد وينجح أبو مانع وينجح الثاني والثالث نجح العمل. صحيح. لكن لما يكون في شغلات فهذه ترى مره مهمه. يا سلام، في فارق عمر بينك وبين فيصل عيسى كبير ها؟ آه فارق عمر؟ فيصل اذكر جاء اول ما جانا كان صغير. طبعًا. اي هذه بنوصل لها النقطة هذه. كان صغير ودخلت على ناصر وعبد الله. وقتها قلت انا ما افهم اذا ما صار يوم من الايام هذا الرجل نجم. لأن فيصل ما شاء الله عليه فيه كاريزما، ذكي، يفهم بسرعه. يحفظ بسرعة يركز في الدور يحافظ على ملابسه <applause> <applause> راكوراته شغلة ففيصل كان ما شاء الله عليه من الصغر وأنا ملاحظ عليه الشيء هذا وقلت فعلا ما شاء الله صار نجم ليش أول شيء نجم أول شيء لا نخفي فيصل ما شاء الله من الناس اللي يصلي كان بار في أمه الله يرحمها بار في أبوه ما عندها شف نصيحة أي واحد يبغى يمشي في هالمجال ايش بطيبة طيبه قلب ربي يوفقه آه. اما يقعد ليش اعطوه فلان احسن مني ليش طيب فلان دوبه جاي اعطوه لا هنا بتحرق نفسك وبيجيك الضغط وبيجيك السكر وبيجيك الدنيا ولا انت بجايب شيء لكن افرح للناس والله اني افرح لما اشوف ابو مانع ولا, ولا اشوف الثاني ولا اشوف الثالث في اسمه آه يعني طلع احسن مني مو غلط يا جماعه سمين. انا في المهرجانات الحين في فيصل عيسى لما جاء قدمه أنا قبله، أقدمه قبلي ليش؟ لأنه يستحق إني أقدمه قبلي، رجل تعب على نفسه، رجل واصل ورجل كاف يعني ما, ما, وبدأ... ما تفكر يا و... ما تفكر إنك أنت قبله و... لا, لا, لا 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 ولا لا 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 يمكن لا, لا. لا يمكن ورجل محترم معايا لأبعد حد، يشهد الله إني يعني لما جيت أوقع معاه في أحد المهرجانات في الرياض قال... قلت كم أكلم مدير أعمالك قال عيب أبو أحمد، أنت أستاذنا وأنت عيب أنا معايا، يا طيب العقد؟ قال معايا، طيب الفلوس؟ قال معايا، أقسم يعني الرجل يخجلك بيتعاملوا الرجل حتى انه قالوا خالد منقح تروح قال خالد منقح والله لو كلمني يقول في الربع الخالي اروح معه فالرجل يعني يعني شايل الجميل وشايل الاخوه والمرجله طالما كم. مثلكم شرواك شرواك طيب, طيب. هذا من طيبه وانت تستاهل يا استاذ حبيبي الله يسلمك استاذ خالد تطرقت للاستاذ النار... ناصر القصبي وعبد الله السدحان مسي اه. عليهم بالخير اه. عبر شاشه قناه الواقع اه. شفنا طاش العوده إيه؟ لكن ما شفنا خالد المنقاح هو من ركائز واساسيات طاش ما والله معالي المستشار مسي علي الخير الاستاذ ابو ناصر, ناصر. تركي ال الشيخ كان نبغى اعاده طاش اعادته بايش؟ باهم شيء بالاشخاص وبالمحتوى م. يعني الاشخاص قبل فللاسف ولا كلموا ولا واحد فينا لا انا الكنه حطوا دور استثنائي بسيط المدفع ودي اذكر اسمهم كلهم اللي اخويانا اللي قدام اللي ما إيه كثير عالم وين وين الناس الناس ف... تبغى طاش حتى لو حتى لو عندك المحتوى سيء بس نفس الاسماء اللي كانت فيه يعدي المو الموضوع السنه اللي قام فيها لأ. الاخوان لا محتوى ولا نفس الاشخاص عرفت المشكله من عند ناصر وعبد الله والله ي... اللي رشحهم او غيرهم هذا اللي يرشحوا الغلطان كيف تجيب طالبين مح... شباب البوم بنفس الاشخاص وبنفس ال... يعني ما ولا تكلموا ولا شيء ولا ذكروا ولا ولا شيء ولا هي غريبه عليهم دائما احنا يعني تعودنا انه ناصر وعبد الله ما هم معروفين ممثلينهم ومعروفين اللي... اللي... بس ما, ما يراعون الناس اللي تعبت معهم من اول ووقفت معهم من اول وجاهدت معهم من اول ولما كنا ما كان عندنا فلوس كنا ناخذ قروض ونتعب معهم وكذا فتعرف اذا إيه إيه يقول لك الفلوس تغيث إيه انت كلامك استاذ خالد معنا كلامك اللي انا فهمته منك إيه؟ احنا شفناك انت ركيزه اساسيه ومن المؤسسين في طاش مطاش إيه؟ معنى كلامك انه هضم حقك في طاش عودة طبعا طاش العقد من عبد الله من ناصر يعني بس طاش العوده والاعمال كلها اللي اشتغلوها عطني عمل انا اشتغلت معهم بعد ما طلعوا يلا عطني عمل واحد اشتغلت اشتغلوا سيلفي واشتغلوا مدري واشتغل عبد الله اربع اعمال عرفت وين خالد المنقح؟ وين اللي وقف معكم؟ وين اللي كافح؟ وين اللي اشتغل؟ وين اللي مو انا اللي اقولها كلهم حتى ولده تركي يقولها. أي. وين وين خالد المنقح؟ وش يعني ايش؟ عرفت؟ أيه. يعني هذا عتب من الاستاذ طبعا هذا عتب في ع... شوف في في شيء اسمه سب وفي الله يبعدنا الشر وقذف و... هذا عتب <تصفيق> <تصفيق> وانا عتب اخوياكم الاولين؟ وانا اخوياكم اللي وقفوا؟ يعني تصور انت يا... انت توقف معي يا ابو مانع وتجاهد معايا وفي البرنامج هذا وتبال وفي الاخير اهضم حقك ولا اسحب عليك ولا ما اعبرك ولا انت تحس في خاطرك عرفت؟ هنا القضية عرفت؟ والله لا حوج لحد لا يعني على قولنا طيب أستاذ خالد لو صار فيه استكمال طاش مطاش في قادم الأيام إيه؟ أكلمك وكلمك الأستاذ ناصر والأستاذ عبد الله هل ستعمل؟ والله شوف لما تصفى النيات بينجح العمل بخالد ولا نصفي النيات يا جماعة ما نبغى شيء منهم ولا يبغون منا شيء نصفي النيات وعلى قلوبنا على أول والله بيتي كنت فاتحة لهم 27 سنة تصوير حتى يسمونه استوديو فلتي اللي في المربع <تصوير> ما عمري طلبت منهم وفاتح لهم طالع مجلس لهم سيارات ايجار وفاتح لهم كل الدوائر الحكوميه سهلة لهم وكل الدنيا وكل ايش الواحد على اساس انه في ولا في تقدير ولا يعني ما العالم دي <تصوير> يعني لو ما اخذ عليهم فلوس والله قالوا رجال لو اني ما كل شيء بحقه بحقه بس الواحد يشتغل بطيبته للاسف الفتره وانا وصلت مرحلة يا جماعة والله العظيم عاد ابغى اكمل لا مع طاش ولا مع اي انا اقولها من قناتكم اني إيه وصلت مرحلة انه ما راح تكمل ما راح ايه صار اني خالد المنقح معلش يكلموني مسلسل يقول نسوي لك كاستنج يكلموني مسلسل ومعروفه من المسلسلات اللي في رمضان استاذ خالد ابغاك تجينا تشرفنا أه، نسوي لك كاستنج خاد من 35 سنه تسوي لك كاستنج يكلمون محمد الكنال استاذ محمد خمسة 45 سنه نبغى اسوي عيب نوضح كاستنج بس للجمهور الجمهور الكاستنج انه ايه. تسوي الممثل مبتدئ ممثل ايه. تو جاي ممثل محترم زي انا انا اول ما مو عيب يا جماعه بس سويها على الواحد يا اخي اكتب في جوجل ولا في يوتيوب خاد من قح ما يحتاج تسوي شوف الاعمال اللي سويتها وشوف النجاحات يا اخي لدرجه اني كان في مسرحيه في المغرب من المملكه العربيه السعوديه وزاره الثقافه والاعلام اخذت افضل ممثل بفضل الله الحمد لله الله الله وكان افضل نص سهل وكان سهل افضل في مهرجان انت انت منتج هذه انت انتج لا لا مو مم... الا انتاجي بس ايه انا في المغرب وك... واخذت بفضل الله افضل ممثل مسرحيه اسمها ل... 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 ناسي والله الصياد او زي كذا مسرحيه للطفل باللغه العربيه الفصحى واخذت الحمد لله ف... فاحنا ما نتكلم عن انه مين اسمه يعني انت خلاص عارف خالد المنقاح انت انت دقيت انك عارف من وانا ليش تقول لي تعال سوي كاستنج هنا تحز في الخاطر يعني عرفت في شغلات كانت تصير غريبه يا اخي يا اخي زمان احنا ايام الممثلين محمد العلي الله يرحمه الله يبهر بكر يبهر. الشدي الله عبد العزيز الحماد طبعا ما لحقوا على هذول رئيس لخالد ايه. لا, لا, لا. لا انس ولا محمد ما لحقوا عليه ما لحقتوا عليه بكر الشدي بكر هذول وكنا مع بعض يشهد الله يا جماعه الخير انه لو يجي محمد العلي واحد من الشارع يبغى يمثل الله يبهر. يبهر. الله يبهر. انه يدخل بطوله وانه ما كان عندنا الحين واسطه وانت ما يعني معليش دخلت اي عمل الا لازم معرفه صح ولازم تكلم فلان ولازم يعني ليش نوصل هالمرحله؟ ليش انت 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 بنفسك جيبوا لي فلان فلان كويس الان حتى الممثلين الجدد اللي جايبينهم تلاقي لها مصلحه هذا نجم في السوشيال ميديا بينفعني بيزيد متابعيني <تصحيح> هذا ممثل نجم في التوك توك هذا في السناب هذا صح ولا لا؟, لا. ما, ما صاروا ياخذون بال انه هذا كويس يستاهل لا ياخذ اللي يخدمه في العمل وفي الشهره وكذا طيب استاذ خالد انت قبل شوي قلت يعني من هذا المنبر ايه؟ طابت النفس من التمثيل اي نعم في الاعمال كلها لا 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 في الاعمال كلها في الاعمال كلها لا, لا كله في الاعمال عشان ما الا اذا فيصل عيسى كلمني فيصل له استثناء ومحبه اي والله لانه الرجل عشره وانا وابوه وابو عشره واخوانه وهله يعني فيصل عيسى لو وياه يعني بعي يعني فيصل عيسى لو يكلمني يا شيخ على يعني هو بس لكن يمكن مهرجانته اوكي بس انا اتكلم كان مسلسلات مسرح انا والله انا والله ودي والله محمد اقطع كلامك ودي ارتب على كلامك استاذ خالد فعلا انا عملت مع فيصل عيسى العام حلقتين والسنه هذه حلقتين شباب البوم ولي شرف اني اعمل مع اساتذه مثل استاذ فيصل ولا الجروب اللي وجد معه استاذ خالد من قاح بالعكس والله العظيم احنا لقينا منها الطيبه والتقدير أيوة. والاحترام والكرم ويوفي بوعده اي والله قال لك بعد ساعه بعد ساعه بعد يوم بعد يوم هذا احنا عهدنا اي والله, إيه والله صراحه اي نعم استاذ خالد هذا شال عليك حمله ترى استاذ خالد وش تعني لك شخصيه علي؟ علي والله من الشخصيات الجميله هي اللي قربتني من الجمهور للمعلوميه اول اول حلقه في حياتي صورتها مع محمد الالي الله يرحمه الله يرحمه, يرحمه. كنا وياه مشاهدنا في قسم منفوحه في السجن مشاهد انه مطلوب فلوس انا مطلوب فلوس فلما خلص صف قال محمد العلي الله يرحمه آه وقال للمخرج ما انسى هذا الموقف اسمه تيسير عبود مصري اه. لبناني بس عايش في مصر قال استاذ تيسير قال قال انت عارف خالد منقاح اول وقوف الكاميرا في حياته الان قال معقوله قال قال ولدها هذا هنا اعطاني ايش اللد. فرحت كوفي كان في العليه ما نذكر اسمه على اساس الاعلان وكذا وجالس انا ما ادري اول مره يعني احد يقول لي فجالس قهوه اللي جاني واحد قال انت كذا والى الامام والله يوفق انا استغربت ايش في ذا الامام قلت ما فهمت عليك قال حلقة حقت اليوم تذكرت اني صرت ايش؟ <applause> هذه قبل السناب شات قبل السناب شات وقبل الدشوش ترى على مسلسل م... و... لا هذا مسلسل اسمه خليك معي ايه حق الراحل محمد العلي الله يرحمه <ل mansionleme> الله يغفر له يرحمي. مو يمكن له 32 سنه مو قديم الله يغفر له يرحمه الله, يرحمه ان شاء الله شخصيه علي آه، نبي نبيك تسوي لنا مقطع منها اذا ما عليك امر ابشر طبعا ناصر تزوج على امي ايه اسمع كانت امي الممثله وجنات الرهبيني ايه فكانت ما هي مهتمه في شكلها وكذا وتزوج زينب العسكري ما شاء الله جميله ومهتمه فقلت يابا قال نعم قلت ليش تعرس على امي؟ قال امك شو هتم مثلك يا ولدي سبحان انا 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 ناصر كنا مسويين ثنائي والله حلو يا جماعه كنا يعني جميل جدا الشخصيه ذي كانت جميله جدا جدا استاذ خالد اقرب الاعمال لك؟ مسرح ولا تلفزيون؟ لا التلفزيون بعده بنروح للمسرح التلفزيون طاش لانه طاش يا اخي من اساسه وانا مع بعض ويام عبد الخالق الله يرحمه فكان كنا اسره واحده حتى لما كنا نسافر عيالي وعيال عبد الله دا نروح عوائل عيال عبد الخالق نروح اسره واحده يعني كنا طالعين يعني تصور قعدنا حين يمكن 15 سنه مع بعض طبعا انا فكان طاش اقرب ليش؟ وكان طلع طاش في وقت ما كان في اعمال. لا. وطلع طاش في وقت انه هذا ممنوع وهذا ممنوع كان ايش؟ في طرح وجراء طاش، فكان هو اقرب الاعمال بالنسبه لي وأنا والاعمال المسرحيه؟ أه كثير والله مسرحيه سويتها اخرها في مهرجان اسمه سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الله يطول عمره في مهرجان الله. الهجن في الطائف. سويت يمكن اربع مسرحيات على اربع مواسم. مسرحية خليجية ومسرحية سعودية وكانت جميلة المسرح ترى سبحان الله أجمل من التلفزيون بألف مرة لأنك اللايف تأخذه من الجمهور مباشرة ابتسامتهم ضحكهم وكذا لكن التلفزيون لا لما يقابلك يعطيك إياه يعني هل في بعض الممثلين يصلح المسرح ما يصلح للمسلسلات أو يصلح ما يصلح المسرح طبعا طبعا كثير ممثلين يعني وبعدين يقول لك هذا نجم شباك انتهى آه خلاص هذا نجم آه شباك المسرح شباك يعني المسرح آه طبعا هو عارف انه حي حيدخل المنتج ملايين فحيضرب ضربته يعني ما شاء الله. ايه وبرضه الافلام في تاج آه نجم شباك ونجم آه يعني ما انت الحين لو تروح السير ما تقول له ابغى تبغى تشوف الفيلم الفلاني ما تروح تقول له وين من المخرج حقه ولا وين صوره لا كله وش نصه مصر. تسال عن الممثلين الممثل أيه. طبعا كل نجم يعني آه يعني انه في شباك وفيها أيه نعم طب استاذ خالد فيه اتهامات انا ما ودي اقول اسقاطات ولكن اتهامات ايه جايه ضد أستاذ خالد بن قاح اللي هي يقولون أستاذ خالد بن قاح الفتره الاخيره إيه؟ ما صار يعني يتواجد بموهبته صار يتواجد بمعارفه مع المشاهير السوشيال ميديا في ليش؟ في جميع ظهورك الاعلامي في ت... لا حدد ظهوري في الس... لا لا السوشيال لا مفت... ميديا لا ولا م... في التلفزيون في ظهور الاعلامي في المسلسلات؟ إيه؟ لا غير مسلسلات. آه في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا. انه ادخل بواسطه يعني اجي. لا لا الاتهام اللي وصل انك تستقطب او تستدعي او تعزم بالمعنى الاصح إيه؟ لان إيه؟ جمهورنا إيه؟ يحب اللهجه البدويه شوي فهمت؟ إيه إيه؟ انك تعزم في اتوقع عندك في كل رمضان عندك إيه؟ أيوة اللي إيه؟ هو الفندق عندك هذه إيه؟ اللي يخص فيك انت. إيه؟ انك تحاول انك تتقرب الكلام اللي حصل إيه؟ اللي وصل لنا انك تتقرب من المشاهير. طيب أنا لا انا اعرف <applause> ان استاذ خالد انه اعلى من الشيء هذا إنه المفروض إن احنا نوصل لك ما لا تدري ]هم. تدري اني اذا مثلا ممثل عنده ظرف ولا شيء أيه؟ او مشهور عنده ظرف <applause> اقول اذا بتجيني وتصور لا تصور حلو عرفت يعني انا عزم كل شخصك هذه ترى مهمه زين سلام الفندق مو تبعي فما يعني لي اي شيء مع احترامي على الفندق وكذا عرفت <applause> فاقول لك كذا يعني المحبه فغير صحيح لانه اللي بيجيك يجيك احترام لك، والله لو تكون ايش؟ لو انك في على مقال بيت شعبي. لكن لما حتى اقول اقول يا جماعه ترى اللي بيجي عشان يصور لا يصور. كذا انا اعطيهم اياه، يعني لاني ماني بحاجه انه يصور لان المحبه شوف اذا ما تصور محبه ف واذا بتصور صورني انا لا تصور فهمت اذا محبه لي انا. واشرط عليهم والله اقول اللي بيجي لا يصور. يعني بتجيبها بتصور لا أي. لا تصور يعني في في طلب عليك مبلغ مادي على الحضور؟ وشو والله إيه. ما شوف أسهل. لا 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 صادق انا اعرفك دائما صريح والله ما احنا صريحين والله ما اذكر في احد طلب منك مبلغ مادي اساسا عيب عليه يطلب إيه؟ في افطار في رمضان يعني إيه. ما انا اعزمك لوجه الله تفطر عشان اكسب اجرك وتفطر معي إيه. وتطلب مالي هذه قله ادب سوري ما حد طلب منك طيب؟ لا لا ما حد يطلب مره مره والله يا اخي ما حلوه تطلب لو غير رمضان اقول لك ايه لو غير رمضان اقول لك ايه بس هذا شارع عبادة يا جماعه انت بتجي تفطر إيه. وتجي الاجر لك وليا ولو عزمتني وانا فاضي جيتك هي القضية الاجر فاذا بتجي بتطلب اساسا ما هي حلوه اساسا عرفت؟ يعني افضلك تطلب مني فلوس؟ لا والله، والله انهم يجوني من البحرين ويجوني من الكويت فضل الله، ويجوني من دبي وضيوف وناس اقوياء اسماء مثلكم شرواكم. طيب الله ويشهد الله انهم يجون محبه، ويشهد الله اني ما ادري الا في ناس داخلين علي، وأنه ما اسماء اسماء قويه، يشهد الله لا عزمته ولا شيء، ما ادري الا اللي دخل. هذا من طيبك. وهذا الحمد لله يعني من محبة الناس. لو اكتشفت احد الخالد معلش استاذ انا أيه محمد طبع. لو اكتشفت احد كاريزما ممثل سواء كان دراما او كان يعني في أيه اي يعني فن من في التمثيل استاذ أيه خالد بيكون واسطه خير ان شاء الله في دخوله زي فيصل عيسى كنت كان دخول فيصل عيسى عن طريقي كنت والله والله الفن الحمد لله والله شوف اغلب باقي ما لحد لا دو دون ذكر اسماء والله أيه الحمد لله فضل الله اللي نقدر ما ما نقصر مع احد وكثير من نجوم الساحة ورد نذكر أحد عشان يقولون من وما من أنت عارف العالم صح. صح والحمد لله لكن أنه بس لا تجيب لي واحد مثلا ما يعرف أو واحد مثلا متقمص بشخصية مثلا جنوبي أو بدوي أو كلهم خير وبركة وكلهم عنا وذا لكن مثلا ما يعرف يتكلم مثلا اللهجة العامية أو ما يعرف أو أو ما يكون عنده جرأة أو يخاف من الكاميرا يا جماعة ترى الكاميرا مو سهلة انتم عارفين هو مني الكاميرا كما قال اخواننا المصريين كالوحش اذا ما اكلتها اكلتك معروف الكاميرا لا يغرك من المشاهير حق السلام احترام انا انا من رجل. خلصنا الكاميرا ترى يا اخي محمد العلي رحمه الله عليه أوه. اذا صورنا مسلسله اول مشهد يصوره في المسلسل قسم بالله العيد 40 مره 50 مره طبيعي يعني اي هيبه الكاميرا لانك انت تدخل في مود انه هالكاميرا لما تشتغل انه ملايين البشر يتابعك انه مدري ايش فيها ره 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 لكن لا تجيب لي واحد توسط لي بواحد هو اساسا ما, ما ما يعرف ولا في ناس والله لا اعرفهم ولا بيني وبينه علاقه ومن جنسيات مختلفه ماني بعنصر يعني يقول هذا سعودي وهذا لا والله ان اللي اشوفه انا الحمد لله فضل الله وانه اغلب لو اعدهم لك الحين يبغى لك حلقتين واسماء تمسك راسك وفضل الله الحمد لله لكن انه يستاهلون فقرات انه توقف مع هذا وتوقف مع هذا انس انس كان معي طالما كان عندي احد الفقرات ايه في البرنامج هذا اللي اسمه الذيب في القليب ايه وندخل بكاركترات كل يوم ايه جمعه حلو طلع معي انس في كم في كم لقطه او في كم فقره ايه فقرتين ايه تقريبا كنا الفقره الاولى حق حق ايه باب الحاره باب الحاره والثانيه كنا طال عمرك في ايه ايه في في يعني شخصيه بسيطه اللي هو شركة دجو كنا داخلين فيها فهمت؟ ايه. عشان بس نطلع ست متسابقين خارج برنامج او خارج دارة خطر. فانس ايه. قدم معي ما ادري انت تابعتها ما تابعته شوف الشكل كذا يصلح ولا ما يصلح؟ ككاريزما. والله هي على على جرأتها زي ما قلت ايه. على جرأتها وعلى هي تعتبر لا لا يا انس. اي نعم صحيح صح والله. صحيح. والله ولا انا احس انه ما شاء الله ملكع ما جدا جدا شخصيته قويه باين عليك هذا اول طلوع لك للمسلسلات شبهتك على شبهت انس عليك صراحه اي قلت انا شكلها والله اشرف لي والله يا والله اشرف لي شبهني حبيب. بقامه اعلاميه حبيبي الله كبير ما شاء الله تبارك الرحمن لك باعك في المسلسلات والمسرحيات انا كنت اتابعك قبل يا استاذ خالد متابع مسلسل طاش ما طاش ومتابع الامور ذي كلها جميل جدا ظهورك على الشاشه لكن احنا نبي نطلع من المود المشاكل أيوة. من المود الامور هذه كلها، ابي أيوة. نذكر الجانب الايجابي، الجانب الحبي اللي قضيته مع الممثلين، منهم اللي توفى الله يغفر له يرحمه منهم اللي باقي عايش مثل الاستاذ ناصر الكنهل ما دريته محمد الكنهل محمد الكنهل أيوة. ممثلين مبدعين جدا. هل لكم جمعات سنويه الاستاذ خالد الممثلين ذول لهم جمعات سنويه؟ والله انا دائما انا في رمضان من 25 سنه جميع المشاهير وجميع الممثلين وجميع العلميين اللي مثلكم شرواكم حتى بعض الناس قد عزمتها في مهرجان وصاحب عليه <applause> لا والله لا والله, <تصفيق> والله <تصفيق> انتظر عند <تصفيق> البوابه <تصفيق> لا 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 انا اتكلم <applause> شفافيه <applause> وابو مانع وانا جايك وسوي الدعوه الخوي ونسوي له دعوه يلا انا جاي في الطريق واقعد عند الباب انتظره والله يا ابو احمد جاني ظرف وابشر بالعوض يا <applause> ابو احمد إما دعينا زعلو وإن دعينا ما دعينا زعلوا وان دعينا ما جو زعلوا وبلشنا أنت... هل لديك اقوال لا لا. اخرى؟ لا ليس لدي اقوال اخرى ولكن انت طلعت اطيب مني ترى لا والله اشتاره. انت ساعات دقت عليك وقلت ما قالوا عند الحلقه قلت تم بصير اطيب منك كنت اطيب مني ترى الحين لا والله اي والله <applause> انا ساتر انت ليش يعني. <تصفيق> <تصفيق> بني 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 لا بني. بني بني عمل في عمل لا جاية. لا لا, لا. باذن الله لا عشان ابو مانا ما اعطيتني بالبدايه اذا اعطيتك اي نعم تقاضى تقاضى, <تقاضى> أيوة <واحدة. تصفيق> لا تأس. انا عندي عمل بطولي ان شاء الله معك باذن الله ان طيب, طيب لا, لا يخرب عليك باذن لا, لا لا ما يخرب آه في عمل بطولي مع الاستاذ مسفر باذن الله ابغاك بذن... في كلمه راس بعد الفقره هذا الحلقه دعوه بتخرب كيف طيب يا استاذ خالد فيه لقاء قبل ايام ايه صار مع الممثل القدير عبد الله السناني صح؟ اي نعم عبد الله السناني اي نعم اي نعم وانا ما اعتبره <applause> انتم <applause> مفسروه <applause> انتم <تص في الفن اللي انتم فيه بينكم وبينها ترى انا ما يدخل انت ممثل يدخل انا, أنا, م... أنا, 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 أنا توي مبتدي معكم ترى أيه. يعني هو اتوقع ان كلامه الهجوم ما ما اقول هجوم الاتهامات البسيطه مداعبه بينكم لا يقول لا لا هو هو ما ليس دا. هناك الان ممثل موجود في الساحه يطلق عليه ممثل او او في النار والله شوف اخونا عبد الله الله يمسيه بالخير احيانا يعني وانت وياه شيء واحد من اول لا 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 وانعم فيه اقول لك لكن يعني حتى لما اخواننا في المسلسل لما قال انه ما في الا فلان حدد والباقي ترى كثيره مي مي حتى كلموني الاخوان وقعدت اهدي هو, ترى عمم ترى هو شوف عبد الله اللي يعرفه كشخص يعني ما, ما ما يزعل عليه لاني اعرفه ما شاء الله هو يجيب العيد بس اللي يحبه يمشي فهمت فانا استمتع معه لاني عارف اعرفه كشخص من 35 سنه يا جماعه يعني لا بس كان في جزئيه لما انك تحدد انه العمل الفلاني إيه؟ ما في الا فلان. طيب اللي مع ذولا اللي اللي نجحوا العمل سبب النجاح نعم صح؟ عيب تتجاهلهم يعني انا ما اتكلم بشكل عام انه تتجاهلهم عمل بعدين ترى العمل هذا يمكن تصدر الترند عن جميع الاعمال الثانيه هو شباب البومب. فعمل يعني مميز ويشكرون وعمل جميل بالمحتوى باللهجه بالثقافه اهل الباديه صح ولا لا يا جماعه؟ لا نختلف. وانا وجابوها بنفس اللهجه وبنفس اللبس والديكور والحياه والمحتوى صراحه اخونا ماجد مطر فواز ونعم سامي حازم وهاني نعم. العتيبي والله العظيم مريم عبد الله و... أيه. وصيت السبيعي ولد قشران ولد قشران الشباب اللي معاهم نعم. البنات اللي معاهم لا تنسى <applause> ولد قشران, وليد قشران <applause> يا ولدنا ولدنا ولد قشران وليد قشران اي ولد ولد لازم لا ماني والله انا اقول اعتذر من اللي ما ذكرت اسمه فالعمل كان كثير مميز والناس ترى معلش يا جماعه ترى احنا في دراما صرنا في حلقه نفس الافكار نفس الطريقه نفس الممثلين حتى يا جماعه والله العظيم في تمغيط في المحتوى في تمغيط في الحواريات يعني. في لفهات قديمه الناس ملت يا جماعه لما تجي عمل زي هذا الناس مخنوقه تمغيط. عمل جديد عمل مميز عمل فيه ويشكرون والله العظيم في عملهم جاك العلم جاك العلم إيه عمل مميز والله يوفقهم طبعا بدون قصور اخونا فيصل ما شاء الله ابداع من سنه في سنه الله يوفقه وكذا لكن تكلم انه ما خالد و... منهم منهم آآ آآ انا مع اللهجه شوف انا بقول لك اياها بصدق انا اللهجه البدويه شرف لي وناموس لي لكن ما اجيدها لدرجه انه كان في حلقه ما منفيصل. تلعب الا في كنت صح؟ ما ما هي ما ي... اعرف ما... رحم الله امرين ما اعرف عطري مصري عطري يمني عطري جنوبي عطري اللهجة العامية أقول لك خذ خذ ولد لكن اللهجة الل 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 البادية وكذا بحذافير أنا أتعب فيها يعني أنا كان عندي تصوير مع فيصل عيسى العام مشهد قعدت لين دخت لأنه ما حتى فيصل عصب قال ما تجيدها إي يعرف إنه مو مو لعبتي مو مو شغلي ولا ما يقصروا والله الشباب وأنا أقول لك شوف خذ خذ ببالك أي عمل ما فيه شلليه ولا في عنصريه وفي الصفات النية ربي يوفقه هذا فيصل عيسى متوفق ما شاء الله تبارك الله هذا الشباب الحين جاك العلم ويفترض ان في جزء ثاني وبقوة الله يوفقهم عشان يصير في تنافس حلو يعني وتنافس من عياننا واخواننا واخواتنا هذا شيء برضه شيء مميز يا رب يوفقك ان شاء الله احنا احنا نمسي بالخير على أستاذ ماجد مطرب وعلى علي تيبي وصامل اه انا ما عرفت اسمه البقمي هو صح خالد اه خالد بقمي ايه. اه ونجر ايه. سامي حازم نعم سامي حازم كلهم كل ما شاء الله عليهم انا كان لي أما عمل معهم ولكن الظروف الخاصه إيه؟ ما قدرت اني انا اي عاد لعبتك إيه؟ ما شاء الله هذه لعبتي يعني انا أيه بس ما كتب هذه إيه. جاتك دعوه اكيد منهم صح؟ لا والله اه لا والله ما جت لانه هم يعني هم شوف اغلب الناس يعرفون انه انا مش مش جو او ما ما ما, ما أنت, يعني. انت مقرب دائما انت وياهم سوا ما يخالف انا وانت يبغى نتكلم عن اللهجه هي. مو الكاركتر نتكلم عن اللهجه انا مم. مالي فيها مم. اقول لك انا مع فيصل ما قدرت وانا اعرف نفسي من اول ما اللهجه البدويه مالي فيها يعني م... مش لعبتي لو جاك دعوه السنه الجايه ما... ما, ما اقدر الا ما. اذا في مثلا جارهم جنوبي اوكي ايه لا دا في وفي واحد جنوبي تعرفه اي مزبوط هذا هذا جنوبي كذا محترم كذا ومرتب زركش عنده تاكسي و اوكي اموره زين بس انه عانى وذي والله ما اعرف لا يا جماعه طيب احنا صراحه احنا كنا ناويين نعرض اه بعض المقاطع ولكن ما اسعفنا الوقت اه استاذ خالد اكبر كاسم وكقامه وجوده في الساحه الفنيه ما يحتاج تعريف اني يعني ما قالوا لو كان لنا وقت كان عرضنا المشاهد هذه حقتك ولكن استاذ خالد معروف ما, ما يحتاج احنا نعرف على الشاشه الاسم الحال ما شاء الله من جمهورك ولا ماركه اعلاميه احنا ما قالوا قبل الختم او نختم الحلقه بعد انت شخصيه استاذ خالد احنا ليلنا طويل ترى احنا احنا باقي ورانا ريالتي وباقي ورانا طبخ وعلوم انزان أهم محمد والله اني جايكم عندي ضيوف في البيت ان شاء الله طيب جعل ربي يسعد الوجه ان شاء الله استاذ خالد انا بطلب منك طلب بسيط سا. انت كمنتج ولك بصمتك المعروفه ما يحتاج انت طعمك في ثانيه واحده كي تصنع لك محتوى على طول انا بتصنع لي محتوى معها مع مع أه ماخذ قلبي هاني هاني طعم من مخي انس ومحمد ابي اخذ معك ياخذ معك مشهد كذا دركت على طول والله ايه يلا جاهزين انا بش تدري شو بينا مزعجين مزعجيني ترى يوميا <applause> يا مسفل حنا كراكترات عندنا حنا ترى عندنا احنا ممثلين اشغلونا معل... معلم افغاني تميس طيب يا تعال هنا يلا تعال هنا عند استاذ خالد ومحمد معاه محمد يلا راح يلا يلا وانت صايم وجايه ونفسي تعرف الصايم وكذا وتعبان وجاي تبغى تميس واخرك حلو حلو ايه نبا وانت بالحديده ذيك حق التميس اللي تشيل هذا هذا اللي طيب ايش رايك بدخل معك استاذ خالد؟ انا <applause> ودي <applause> انا اتمنى ما ما بتجي انا اتمنى لك معه ما, ما بتجي خلنا من الثنائي نشوف انا اتمنى لك معه <applause> طيب وين ما بتجي والله زوجتنا؟ ها؟ انت عندك ها؟ لا ادخل معنا فرق فرق الهوشه لا تعالوا 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 هنا زين خلونا نجيكم كذا احنا ازي عند استاذ خالد اي خلاص خالد يفرق الهوشه اللي بيننا انتم تبون ترند ولا لا؟ خلاص لازم يطلع استاذ خالد في الكاميرا معكم حلو حلو نبدا؟ يلا ابدا اصبر دقيقه خلنا نشتغل الحين وين انا عندي هذا مكتب انت زبون اي حلو يا يلا. يلا زبون ما يرفع كم اصلا شوف التميس حقهم كيف ايه اه يلا يا مدير مدير يا آه مدير اثنين تميس جبن بالله شويه شويه سرعه سرعه شويه سرعه يا مسلم اذان الحين مغرب انا صوم وانت صوم انا ما صوم؟ ما ادري عنك انت شوية شوية, شوية, شوية شوية خلصني شوية, شوية. شوية. آه آه شوية يا مدير شويه شويه الله يا حبيبي شويه يا مدير ما في ركز زياده شويه انا اول شفت وأنا في السياره انا كلام انت ليش مشي هذا نظر وانا ما في شويه يا مدير شويه انت ايش تسوي هناك طيب؟ طلعت تميس وش؟ طلع تميس من هذا حق الزبون هذا نفر شو تميس هذا انت اي والله طلعت تميس عليكم كيف تعطيهم؟ والله ما شاء الله لو في شيء اكثر من عشرة على عشرة اعطيتهم لا 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 ارجوك لا انا ارجوك انا قايل لك ابو مانع ولا يهون الاخوان انا قايل لك هو الجراءه انه شفت الجراءه اللي على طول قام وفصل هذه اهم شيء في ما جملتهم؟ لا والله ما جملتهم لا والله لا والله كل واحد اعطى دوره الله يطول عمرك انا اتمنى انهم فشلوا رغم ان محمد يبتسم اول مره اشوف واحد معصب آه يبتسم حلو <applause> بس هناك لا صح. يا سلام اوكي <applause> يعني انت جملتهم <applause> آه؟ انت جملتهم كذا والله تعرف عشان مالجل. لا لا ما نبي مو جامل دام محمد ضحك فيه فيه نسبه اقل عشان صاحب القنايم الشيخ ابراهيم حسين بعد نقول شيء يا جل حبيبي وش رايك اجي عندك؟ ايوه وناخذ وياك لقطه مشهد بسيط جنوبي يلا بس ودي انهم يشاركونا اخواني يلا اتمنى ها أه وش تبون هذا ولدي وهذا ولدك وانت بكيفك سلمها يلا مزبوط يلا <applause> 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 انا معك ها انا معك اي يابا وش ابا 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 لا 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 ابا 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 اتخليك هذا ابوك ابوك استاذ خالد يلا احنا عم قالوا نفس الكرز بشوي ابوي ابوي يعني؟ أيه ولدك مثلك شوف شكلك كذا مثلك وش شلون كيف يخلص <تص> شخصياتك اعطونا الكاميرا هذه اعطونا الكاميرا هذه المقابلة هذه اللي في الوجه على طول يلا اي آه. آه يا سلام قرب يا ولد احنا اصبر اصبر دقيقه اصبروا انتم بتنجحون قدامنا انتم اصبروا اصبروا دقيقه وش السيناريو؟ انت جاي تخطب ولدك عندي. ونشبه ذا نشبه ها؟ وهذا هذا اخوها رافض ايه خ... اخو الفلس <تصفيق> <تصفيق> الله يمسيك بالخير الله يمسك بالنور وش <applause> حالك؟ الله يطول عمرك أقد اول شيء حنا اول شيء اقدع اقدع اول شم اقدع الله يطول عمرك اقدع حبه واحده <besteht> يا حبه حبه ترى ولدي نشمي حب على ترى ولدي ذا نشمي نشمي الله وما شاء الله يلا اسلم وش والله ما رفيني بس ما رفهم لدك ما لا عشها انها مابحة ذا كفو ونعم يصلي في المسجد ما شاء الله امه زالة ايه وما فيني وخلص التمر علينا خلص التمر شوف ايش يصير التقرى والله يابا هنه ورع هو مشكلته انه ما ياكل ما شاء الله عليه مثل مثل مقبرة ما يرد شيء يعني الله يسلمك انها تردنا ابنية اللي حنا اللي عندك وانت فهمتها ودنا الحنا يابا خابط اه يا ابا ما ياخذونها منو والله شف وجهه ايش ناقصه صل على النبي صل على النبي اللهم صل لا في شوفه شرعي ولا شيء مثل اخوها ما ابي ما ابي ما ابي ما ابي ما ابي ما ابي من غير شرب ما ابي 80 لا تقول لي شباب والله اني سعيد فيكم ان شاء الله راجع عندنا ان شاء الله اي وجهك يلا يهيكم طبعا خلينا ناكل تمر يا اصبر اصبر يا رجال خلينا ناكل تمر حط فيلتي 20 تمره الله يحييك يا مسجد والله ما بقى كم كم تمره اربعه وخمس ثلاث <applause> بس ثلاث ما شاء الله عليك طبعا آه قبل ما نختم مع الاستاذ القدير استاذ خادم منقاح نقول بيض الله وجهك ولا انت و... ووجودك اضاف لنا شيء كثير باذن الله تعالى ان شاء الله بيكون ان شاء الله بين اللقاءات وبنا ان شاء الله حضور ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله في الفن او في القناه هنا موجوده ان شاء الله الله يسلمك انا ما ودي حاجه الاستاذ خالد ان شاء الله له بصمه قادمه باذن الله تعالى باذن الله بدن الله رب كريم آمين آه نبي منك كلمه اخيره احنا عما قالوا انت تستحق الشكر صراحه ما لا يشكر الله لا يشكر الناس الله شكرا يسمي. شكرا شكرا جزيلا على حضورك الله يسعدك والكلمه يسمي. عندك تفضل شكرا اخوي مانا ابو مانا شكرا أن اخوي انس شكرا أن اخوي محمد الله يطول عمرك العفو يا جميله حبيب ورائعه في ايام فضيله الشكر كل الشكر لقناه الواقع والله يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله نصير بيننا ان شاء الله عمل باذن الله قريب باذن الله. بذن الله, الله. يحفظكم ان شاء الله شكرا لحضورك استاذ خالد الله يسعدك قدوة مدرسه وقدوه لنا طال عمرك في الاعلام الله يسعدك حبك على الصيد الشخصي الله يسعدك زدتنا بجيتك طال عمرك وزدت قناه الواقع بجيت. الله الله حي حي طيب طبعا قبل ما نودع قبل ما نودع ممثلنا القدير الجميل اللطيف المرح اللي ما عرف استاذ خالد انا عرفته عن قرب. انا ما اقول لكم جالي كلام عنه انا عرفته عن قرب صراحه اول شيء محب للفن السعودي محب للاشخاص اللي حوله وافي وكلمه لا قال كلمه قدها فعلا انا من الناس تعرفت لسنوات لي سنوات وفعلا يعني انا انا اشوف يعني حتى حضوري في الفن آه كان ايضا عن طريق استاذ خالد المنقاح حبيب. يعني وجود مسفر مهما كان مهما طال العمر فيني مهما طالت السيره الفنيه لي مهما كان يكون بصمه الاستاذ خالد المنقاح في مسيره نسبر معها صراحه آه قبل ما نروح بس قبل ما استاذ خالد آه نبي نشوف بس نشوف إنه مقطع آه وشو محمد انت انت وشو اللقاء مع المتسابقين عن العيد طيب تقرير بسيط اللقاء متسابقين ها بنودع الخالات ونشوف التقرير تبي بعد الوداع أيه يعني اللي إيه تبون انتم احنا أيوة أيوة. اه انت والله ضيوف البيت ايه طيب احنا بنروح معك ضيوف يلا يا شباب احنا معزمين على متابعينكم والله مرحبا طيب اوكي طيب نقول شكرا أستاذ خالد الله وجهك الله واجمل من هذه الورود اللي تشوفها قدامك. حبيبي الله يسعدك. بيض شكر الله وجهك بيض الله وجهك. حبيبي الله يسعدك. شكرا جزيلا شفناه اليوم على الواقع. حبيبي الله يسعدك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. الله حبيبي شكرا جزيلا. الله باذن الله تعالى هل استاذ خالد له ان شاء الله جايه قادمه ان شاء الله. باذن الله اتشرف والله. الله شرفتنا ونتشرف فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا بيض الله وجهك بيض الله يسعدك. الله يسعد الوجه طبعا جمهور الغالي نشوف التقرير على الشاشة بعدين نرجع لكم إن شاء الله